هلو، عطرنا اليوم عطر كي من دولجان جابانا نسخة الاي دي بي. يلا بينا لحسة سبيد. صراحة هذا العطر مش مذكور ولا بأي محل انه اسمه كينج، هو مسجل كي وبما انه عليه تاج فالناس اخذت يعني بشكل عفوي انه كينج، اما صراحة مش مكتوب على الورق ولا بأي محل. تحليل منطقي بس مش مكتوب. هاي نسخة الاي دي بي، نسخة الايدو بيرفيوم، نسخة الايدو توليت كانت ب 2019، كانت النسخة ضعيفة نسبيا. في 2020 حطوا نسخة الايدو بيرفيوم وزادوا عليها مثل الهيل والتين وشوية اخشاب فصارت اثبت وغير جميلة جدا. هاي النسخة نسخة جميلة جدا، منعشة، مناسبة للصيف، أثبت من سابقتها. في ناس صنفوا هذا العطر لناس معينين لأوقات معينة، أنا بشوف أن هذا العطر جميل جدا، مناسب لجميع الأوقات، لجميع الشخصيات. العطر يدخل فيه الفريش وبنفس الوقت ممكن يكون إليجانت وجميل، ممكن يكون شبابي وممكن يكون ناضج. فهذا العطر ممتاز، أداء وثباته ممكن يكون وسط وشوي زيادة، وبرأيي ممكن أنه يزاحم البلو شانيل والسوفاج والواي من إيف سان لوران على الرفوف ويكون موجود ومتواجد، خاصة أنه نص السعر من هلاك. فاختيار موفق وجميل جدا. يعطيكم ألف عافية ويلا باي.